في المجموعة الثالثة، مجموعة البحري مشتعلة. أيوة مشتعلة. أيوة. كل لحظة هتلاقي فيها تغيير. مين يقول إن طنطا هتفوز هذا الفوز العريض على ديكرنس؟ وبالمناسبة كل التحية والتقدير لمجلس إدارة نادي ديكرنس برئاسة الصديق العزيز مهندس الخضر إبراهيم، اللي كل مرة بيضرب المثل والقدوة في الروح الرياضية والعلاقات الحميمية. كل الشكر وكل التقدير لجماهير نادي ديكرنس، الجماهير الواعية اللي شجعت فرقتها ومع نهاية المباراة قدمت التحية لنادي طنطا. هي دي الرياضة اللي احنا عايزينها. لما بلاقي جماهير ديكرنس بتمتلي بيها المدرجات وطنطا ورا فرقتها بكل مكان، جماهير جمهورية شبين اللي بنضرب بيها المثل في كل مباراة وأصبحت هي عامل الفوز الرئيسي لنادي جمهورية شبين، بلدية المحلة، الحمام، كل الفرق المنصورة، كفر الشيخ، فيا جماعة الناس دي هي مصدر السعادة في المدرجات. النتائج سريعا، ديكرنس خسر على أرضه من طنطا 0-3، محمد شيكا المتألق هدفين وميدو جمال الواعي أيضا أيوة هدف بالزبط. المجد تعادل مع سبورتنج بهدف مقابل هدف محمد كارم للمجد، والسبورتنج عبد الرحمن أحمد ميسي. نبرو خسر على أرضه من الأولمبي الذي استفاق مؤخرا، محمد أدهم للأولمبي. جمهورية شبين بلس 90 خدها يظهر من النادي الاهلي وجماهيره اللي هي وراه لاخر ثانيه. يا دكتور ده الماتش السادس اكيد لشبين بلس 90 بلس 90. انا بحييهم وبحيي جمهورهم العريق. واحد على بايونيرز محمود مقلد اللي كان نازل يدوب. المصري بالسلوم خسر من ابو قير الاسمره 1-2. مؤمن خالد المصري بالسلوم، ابو قير، سليمان عبد رب المدافع الكبير طبعا، وشريف اشرف. بلديه المحله فاز على الحمام 3-0. البلديه وحيد محسن هدفين واحمد حسن. والبلديه انا بقول لكم البلديه احذروا البلديه. بروكسي فوز صعب جدا على المنصوره بهدفين مقابل هدف، بروكسي حسام بركات واحمد جمعه من ركله جزاء واحمد امين للمنصوره. المنصوره قالت لنا هدف اتلغى وركله الجزاء لا تستحق، هعارضها بالكامل في وجود المدير الفني لنادي بروكسي كحق نادي المنصوره. بس برضه المنصوره يا دكتور ما تنساش حاجه، الفرقه ديت فرقه كويسه جدا ومن افضل الفرق اللي بتمتلك امكانيات بشريه. يعني كابتن احمد ساري قبل ياسر الكناني عمل فرقه فعلا تنافس. هنتكلم بالتفصيل في كوكا تيجو. هلال الضبعه خسر النهارده من كفر الشيخ، كفر الشيخ في المنافسه، في المنافسه مع كرم جابر بعد عبد الفتاح عبد الرازق احمد محارب لكفر الشيخ. جدول الترتيب بعد مباريات هذا الاسبوع، طنطا وجمهوريه شبين يحتلان الصداره برصيد 40 نقطه، يليهم بلدية المحلة 38، ديكرنس 38، أبو قير الأسمرة 35، كفر الشيخ 35، بروكس 34، المنصورة 30، الأولمبي 29، سبورتنج 26، نابارو 26، الحمام 25، هلال الضبعة 20، المجد 19، بايونيرز 13، المصري بالسلوم 12. شايفين المتعة؟ 40 40 38 38 35 35 34 30. عاوزين جمال اكتر من كده؟ هي دي الانديه الشعبيه وهي دي الانديه الجماليه. دكتور انا في المجموعه الناس بتقول مجموعه بحري اضعف مجموعه ومعاها الكلام ده كله. دكتور الناس لما تيجي تشتغل وتشوف الوضع وتشوف انت بنزل الملعب، انت بتتكلم على جمهور ديكرنس دلوقتي، احنا كنت بلعب ديكرنس الاسبوع اللي قبل اللي فات ده، شايف ايه الجمال ده يا كابتن والرقي بتاع الجمهور اللي موجود. لا جمهور محترم، باحترام بادب محترم. ينادي على فرقتك وينادي على الناس، حاجه بصراحه انا بشكره. ده شغل المهندس خالد ابراهيم بصراحه يعني، وكل مجلس ادارته بالكامل بصراحه عامل حاجه محترمه، والناس بتقابل ناس مقابله محترمه ومجموعه صعبه مش سهله. انت شايف انت بتتكلم زينا زي الدوري الانجليزي. انت شايف انت النهارده كل اسبوع بتلاقي فرقه هي اللي طلعت وفرقه ثانيه نزلت ولسه كل اسبوع الاسبوع الجدول كله بيتغير. الفرق فيها مدربين على اعلى مستوى موجودين فيها ولاعيبه. دكتور اللي عايز ياخد لعيبه يروح المجموعه دي، لعيبه تلعب تحت ضغط جمهور وضغط ملاعب، كل الضغوط اللي اللعيبه تعرض لها في المجموعه دي، كل الضغوط تشوف، حتى هتلاقي لعيبه في لعيبه على اعلى مستوى موجودين. والجدول زي ما انت شايف كده، المجموعه اشتعلت النهارده بعد المكسب بتاع كفر الشيخ كمان. انت بتتكلم من اول لومبي، من اول التاسع لحد الاول. يا طايل لو تعرف تجيب لي بقى برضو بالصوت كده هدف جمهوريه شبين، هتقولي بالصوت، خلينا نقطع مع بعضنا كده على مهلنا، هتقولي بالصوت لو امكن، لو امكن مع تعليق المعلق موجود. طيب هيجيبوا لي بالصوت عشان اعيش فرحه الجماهير واللاعبين. جمهوريه شبين برضو دكتور رحت لعبتها هناك برضو الفرقه. لا ده جماهير ايه ده؟
جماهير يا دكتور حاجه تحرج، عظمه جماهير تحرج الحرج، عظمه بصراحه يعني حاجه. انا بشجعهم مكان من هنا على اللي بيعملوه. والفرقه اسمع دي اسمع جندك.